يقول أنا شخص من أسرة عامية التزمت من 6 سنوات تقريبا، وأسرتي تكثر الغيبة في مجالسها ولا يمانعون من الاختلاط، وربما بسبب التزامي إخوتي وأخواتي لا يحبونني ويعادونني وينظرون وينتظرون مني الخطأ، وأصبحت لا أحبهم مع أني ناصحتهم كثيرا دون فائدة، فهل يجوز أن أهجرهم؟ هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس حقيقة، وهي كيف يتعامل مع أهلي إذا كانوا غير ملتزمين. أولا، الإنسان إذا التزم بدين الله تبارك وتعالى وبدت عليه سيما الالتزام، عليه أن يكون أقرب إلى أهله من السابق، وأن يحببهم به ولا يكرههم به، وأن يحسن إليهم، وأن يكون أكثر برا وأكثر رحمة وأكثر قربا، هكذا يأمره الدين. يعني حدثني أحدهم عن صديق له يعرفه أنه التزم، فكان والده يعني يضايقه في ذلك، فقال لأبيه يوما يعني أنا كنت بارا بك فلما التزمت ازداد بري، قال صح بس ما يعجبني. فالقصد أن الإنسان الملتزم يعني هم ليش ما حبوه؟ هذا اختبار، هذا اختبار، يجب الإنسان يصبر أو لا يصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أما كان يدور على الناس ويدعو من الله، يمشي خلفه من؟ عمه أبو لهب، ويقول هذا ابن أخي كذاب لا تطيعه. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، من الذي قام؟ عمه. وقال للنبي تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ وهو عمه. فتركه النبي ولم يرد عليه، وإنما رد عليه الله سبحانه وتعالى، قال تبت يد أبي لهب وتب. كم لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى من أقاربه؟ صبر. كم لقي الصحابة من الأذى من أقاربهم؟ صبروا. فهذا الإنسان يصبر ويتحمل، وهناك شيء اسمه الشيطان، وهذا الشيطان يؤزهم أزة، يهيجهم عليك حتى تكرههم ويكرهونك، فيجب عليك أن تكون أذكى من ذلك وأعقل من ذلك. حتى لو شعرت أنهم ما يحبونك، لا يحبونك، لكن ما يحبون التزامك، يرون أنك صرت تضايقهم. بعد أن كان الأمر في سعة عندهم صرت أنت تضيق، حرام ما يجوز، اتقوا الله خافوا الله. مع هذا إذا التزمت التزاما صحيحا هم يحترمونك رغما عن أنفسهم، ولكن قد لا يظهرون ذلك لك. وهذا يظهر متى؟ إذا مرض أحدهم أو كذا قال لك ادعوا لي. طيب ادعوا لنفسك أنت، شمعنا أنا ادعوا لك؟ لأنه يدري أنك على حق، ويدري أنك صالح، ويدري أنك تقي، فهو يعرف فيك هذا كله، خاصة أننا نتكلم عن بيت مسلم لكن مقصر. فأنا أقول اثبت واصبر وادع لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم ويفتح على قلوبهم ويذهب عنهم ما يجدونه تجاهك، وأنت في الوقت ذاته عندك مراحل. المرحلة الأولى أنك تزداد قربا، تزداد برا، تخفف الطلعات، تكثر الجلوس مع أهلك، مجالس الغيبة تنكر عليهم، ما قبلوا الإنكار تخرج حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن رجعت وخاضوا في الحديث نفسه أخرج، امسك لك المصحف، اقرأ لك آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى، اقرأ لك كتابا في الشريعة، اسمع لك شريطا كذا. المهم أنك تستمر وتثبت. وناصحهم واحدا واحدا، لا تناصحهم جماعة فإنهم لا يقبلون منك، لكن في النهاية ثق ثقة عمياء مع ما يقولون، مع ما يفعلون، مع ما يظهرون، هم يرون أنك أحسن منهم ويرون أنك الصالح في البيت، لكن اثبت اثبت.
وكن حليما. أيضا في طريقة الإنكار، بعض الناس إنكاره دفش، يعني لما يلتزم الواحد يدش يوغل بقوة فيبدأ ينكر، وأحيانا ما يحافظ على ألفاظه ويتكلم خاصة مع أبيه أو مع أمه. لا، حافظ على ألفاظك واتق الله في أهلك وستجد إن شاء الله تعالى قبولا عندهم.